ما في امان في كل غزه، وين الامان؟ وين الامان؟ ما بلش مكان امن في قطاع غزه، ولكن انت بتساوي زي اللي بتضحك على حالك، بتحاول تلاقي نفسك مبرر انه انا عملت اللي علي والباقي على ربنا، بتشرد من مكان الى مكان. في البريش في امان؟ فيش امان. في الدير في امان؟ فيش امان. في المدارس في امان؟ فيش امان. اذا بضربوا الوكاله قاعدين بضربوا مدارس الوكاله، وين في امان؟ Making clear that its issue was always with Palestinian refugees and with the Palestinian cause and the Palestinian question and Palestinian rights and the right of return. And we see that at play when the state of Israel is ordering Palestinians to flee to safe zones and then shoots them along the path.